بقى للنجيله، اول مستشفى عزل في مصر النجيله في مرسى مطروح، و79 يوم مروه علي رئيس قسم التمريض بمستشفى النجيله ما روحتش بيتها. يا مروه مساء الخير. مساء النور. 79 يوم ما روحتيش، 79 يوم ده فوق الشهرين. طب قولي لي يعني دي انت اول مستشفى عزل، قولي لي اصعب حاجه بتواجهيها ايه؟ احنا كنا اول مستشفى حجر، الوزيره امرت ان المستشفى تتحول حجر في ظل اللي شافته البلد ده من الكورونا، فيمكن احنا كنا اول حد شاف الحالات دي من الاول. ما كناش متخيلين ان الوضع هيبقى كده، الخطوره بتاعت المرض، تفشي المرض بسرعه بالطريقه دي. بس يمكن مع اول حاله الناس اتعاملوا معاها هنا، بداوا بعد كده ياخدوا الجرأه ان هم يتعاملوا مع بقيه الحالات، وكنا بنتعامل معاها كانها حالات عاديه، بس طبعا باتخاذ الاجراءات الاحترازيه مع بتوع مكافحه العدوى، ولحد دلوقتي بقى مكملين بنفس المسار. يعني مروه، يعني انت تعرضتي كمان لمواقف صعبه جدا، ان انت تطوعتي لتغسيل حالات الوفيات، اول حاله وفاه اللي يعني اهلها ما كانوش موجودين وانت تطوعتي لتغسيلها، ده موقف صعب جدا، قدرتي عليه ازاي؟ والله الفضل الاول والاخير كان للدكتوره شيرين، اخصائيه التخدير اللي موجوده معانا في المستشفى، يمكن هي كانت الحافز ليا اللي شجعتني كمان ان احنا نتخذ القرار ده. طبعا الست دي برضو زي ما حضرتك ما قلتي ان اهلها رفضوا يجوا يستلموا الجثه بتاعتها، وكانت ست مسنه عندها حوالي 76 سنه، فحضرتك عارفه ان ده مكان حجر ما حدش بيدخله، طبعا كل الناس خايفه. التمريض كنت انت تتعاملي مع حاله مرضيه في تنفيذ علاج وكير او اي حاجه عاديه، دي حاجه، ده غير ما انت تتعاملي مع حاله متوفيه. كان صعب فعلا دخول اي حد المستشفى عشان خاطر يقوم بتغسيل الست دي، هو اكرام الميت فعلا. فتحطينا في موقف لازم تحليه، مريض الكورونا او جثه الكورونا بتتعامل معامله عاديه جدا كاي جثه، لكن بطريقه معينه حاولنا ان احنا نجيب الطريقه بتاع تغسيل الجثث، جبنا فعلا البروتوكول ده، حاولت ان انا اسال عليه من كذا مصدر وفعلا حصلت عليه. وكانت زي ما قلت لك خطوه البدايه بتشجيع فعلا من الدكتوره شيرين، ربنا يخليها لينا كلنا. ودخلنا عملنا ايه؟ مروة، يعني لما بتشوفي حالات تنمر على دكاترة وعلى ممرضات وناس ينزل ممرضة من العربية، بتقولي ايه على هذه الحالات وانتوا واقفين على خط النار؟ احنا بصي احنا كلنا حاطين ارواحنا بين ايد ربنا، وعارفين جايين وعارفين ان احنا بنشتغل وان احنا معرضين للخطر، يعني كل واحده فينا او كل بني ادم موجود معايا هنا في الحجر عارف ان هو معرض نفسه للخطر في اي وقت، لكن احنا ثقتنا بربنا كبيره، وعارفين ان ربنا مش هيضيع تعبنا ده على الارض، وربنا عارف المجهود فعلا اللي احنا بنعمله، وده في الاول وفي الاول في الاخر شغلنا. البلد كلها بتمر بأزمة، ولازم احنا زي ما هما ما قالوا احنا فعلا خط الدفاع الأول، ربنا يحميهم كلهم ويحفظهم إن شاء الله. ربنا يحميكي ويحميهم، ويعني أنا بشكرك على هذه الروح، على هذا التفاني. 79 يوم مروة ما روحتش البيت، أول مستشفى عزل في مصر النجيلة اضطرت إنها تدخل وتغسل وفيات لأن أهلهم ما كانوش موجودين، فمي كانت مروة كانت أهلهم، مروة ومي، دكتور شومان، دكاترة كتير جدا، ممرضات كتير جدا، أقل حاجة إن احنا نقول لهم شكراً.